الحمد لله على هذه النعمة. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد هذا. اولا كنبغي نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الزويونين. الفيديو اليوم حتى هو غيكون من قريب تامتوش، هذا اليوم الثاني لينا فيها. دونك قبل ما ندخل لكم في الاحداث ديال الفيديو اليوم، غنوضح بعض الامور اللي نض عليها جدال كبير صراحه في لي كومونتير ديال الفيديو السابق. فماشي غير في الفيديو السابق، في كاع لي فيديو كنرد البال وكنقرا هذوك لي كومونتير كيتعاودوا بزاف، خصوصا ملي كنتلاقى مع الناس مع الامازيغ وكنبقى نهضر معاهم بالعربيه، كيبقى يكومونتيو بزاف ديال الاصدقاء كيعاتبوني علاش ما كنهضرش باللغه الامازيغيه، كيكتبوا لي هضر باللغه الامازيغيه، هضر باللغه المحليه ديال دوك الناس، ما تفرجش عليهم العربيه، رضا تهضر باللغه الامازيغيه. يعني كنقرا بزاف ديال لي كومونتير بحال هذا الشكل هذا، وكنبغي نجاوب عليهم صراحه، ويعني وكنقول حتى لشي فيديو نحاول نهضر على هذه القضيه هذه ونوضحها باش كلشي يفهم. فكيف ما سبقت وشرت في الفيديوهات السابقه القدام فاش يلاه بديت الرحله، انا ذو اصول امازيغيه، هذا الشيء كنفتخر به وكنعتز به، هذا اصلي، ما يمكنش انني غنكر الاصل ديالي. ف كمعلومه وكفكره، فماشي اي واحد اصله امازيغي فراه كيعرف يتحدث باللغه الامازيغيه، وهذا الشيء راجع للوسط اللي كبر فيه الانسان وترعرع فيه، هذا الشيء اللي كاين. فانا مسقط الراس ديالي كان في الجنوب الشرقي، بالضبط مدينه الريش. من بعد تحولنا لمدينه طنجه وانا باقي صغير، واحد العمر اللي هو مازال صغير. فتخيلوا معايا مدينه طنجه قريت فيها الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه، يعني العمر ديالي كامل في مدينه طنجه. بالرغم من انكم ما كتسمعونيش كنتحدث باللهجه الشماليه في لي فيديو، فراه انا كبرت وترعرعت في الازقه ديال مدينه طنجه، وهذا الشيء راه كتعرفوا العائله ديالي والاصدقاء ديالي وكل شيء، يعني يقدروا يكونفيرميو ليكم هذا الشيء في لي كومونتير. فهذا الشيء علاش ما كنعرفش نهضر بالامازيغيه. فكيف ما كتعرفوا كبرت في طنجه، دونك راه باين انني ما غنعرفش نهضر بالامازيغيه، لان حتى في الدار الصراحه حتى في الدار ما كنهضروش بالامازيغيه، يعني من نهار عقلنا على راسنا وحنا كنهضروا غير بالدارجه وصافي. الامازيغيه قليل، مثلا ملي كنسمع شي مرادفات وكنسول عليهم، هذا هو السبب، حيت راه ما كنعرفش، اقسم بالله ما كنعرف، ولو كنت كنعرف كنت غنبقى نتحدث مع الناس بالامازيغيه. علاش؟ لان غنكتشف بزاف ديال الحوايج، يعني راه هذاك هو السبب اللي كيخليني ما نكتشف. كندخل من الدوار، كتشوفوني داخل الدوار، الا تلاقيت شي واحد كيهضر بالعربيه راه كنهضر معاه وكندي من عنده معلومات، الا ما لقيتش راه صافي كندير داك مرور الكرام وكنمشي حتى للبلاصه اللي غنخيم فيها. هذا هو السبب، علاش؟ هو ديال التواصل، لان المناطق اللي دزت منهم راه اول مره كندوز منهم، راه هاد المناطق عمري عرفتهم، عمري وصلتهم، يعني اول مره كنوصل ليهم، فراه صعيب انك تندمج مع الناس ديالهم وتتواصل مع الناس ديالهم، راه ماشي ساهل. وانا كنحاول في لي فيديو الا لاحظتوا كنحاول انني نبين راسي انني كنتمي لهاد الناس هادو. فانا عارف علاش كتكتبوا داك التعاليق ديال هضر بالامازيغيه، راه باينه فيك امازيغي، راه هذا راه هذا، علاش كتكتبوا لي هذاك الشيء؟ شوفوني كنت سامباتيزا مع الناس، ملي كنتلاقى الناس بحال يعني واخا هما كيهضروا بالامازيغيه وانا كنهضر بالعربيه كنبان بحال راني كنفهمهم وهما كيفهموني، وانتم كتستغربوا حيت كنقرا حتى هاد التعاليق كتبقاو تكتبوا كيفاش انت كتهضر بالعربيه وهما كيفهموك وانت كتفهمهم. في الصراحه هما راه كيفهموني، لان معظم الامازيغ
كيفهموا العربيه واخا ما كيعرفوش يتكلموا بها، كيعرفوا كيفهموها، يعني الفهمه كيفهموا العربيه كامله، الا هضرتي معاه بالعربيه كيفهم كل شيء. فانا الصراحه ملي كيكونوا كيهضروا معايا دوك الناس ما كنفهمش كل شيء، يعني كنبقى نتقاتل انني نفهم، كنبقى يعني الا فهمت كلمه كنحاول انني نستنتج علاش داير الموضوع باش نفهم الحوار علاش داير ونمشي في الحديث. فبعض المرات كنكون غير كنبقى نقول اه ايه بصح، وفي الاصل انا راه ما فهمت حتى شي حاجه، كنبغي الناس يرتاحوا ليا، كنحاول انني نتقرب منهم ونحاول انني نبين لهم ديك القضيه ديال راني كنتمي ليكم، راني امازيغي ديالكم وراني كنفهم الامازيغيه. وهذا حتى في الهضره بالدارجه معاهم، اللي ما كنعرفش نهضر معاهم بالامازيغيه بالدارجه، كنحاول انني نبدل لاكسون ديالي، نرجعها ديال الامازيغ كيهضروا بالعربيه، غير باش نبين لهم ارتاحوا لي وما تخافوش مني، راه ما كنشكل عليكم حتى شي خطر. وهذا انا دابا الاصدقاء غادي نعمر هاد القريعه هاد الماء ونجيب الحليب ندير قهوه. وداك السي محمد اللي وراني البلاصه البارح جاب لي واحد الخبزه سخونه الصباح، غنفطر بالقهوه والخبز والزيت. توحش هاد الفطور، هذا دي مده ما فطرت. الله يعاوننا المعلم بخير. انيا يبارك فيك. ما كاين غير الخدمه، الطريق كتصلح. ياك العموم والحاج ما سمعتينيش، ما تاوينا ابريد. هو كيتخدم هو الخدمه تبارك الله الشيء. ايه يصلح لكم الطريق. لا انت خدامي. ايوا تبارك الله تبارك الله. الله يبارك ياك صافي لحد ديال نسمتك. الله يعاونكم. شوفوا دابا هاد البلاصه اللي كتشوفوا كامله غندوزو منها شي مره ان شاء الله، شي مره تجيبنا القدره من هاد الطريق هادي غنلقاو هنايا هادشي كامل ما غيكون عامر بالماء. دي غنفطر وما غنمشيش اليوم، غنزيد اليوم هنايا. علاش هاد البلاصه هادي الكالم؟ حنا راجعين للمكان ديالنا. مالكاز مالك ياك فطرتي؟ شنو خصك؟ الفطور فطرتي، الماء شربتيه، شنو مازال باغي؟ كلشي في امان الله. لا طونط مخربه مرونه. دابا غنوجدوا الفطور ديالنا. اول حاجه نغسل الكميله فاش تعشيت، باش نغسلها ونزيد شويه ديال التراب.
أول أصدقاء أعز ما عند خوان هذا كيف خوان كيف تضل هذا على الشعير. دابا تحطو شي اومليت واو واحدة مهرسة ما جبتها لقيتها مهرسة واجدة
ودابا ها هو البيض ديالنا طار. الخبزه اللي عطاني سي محمد الله يكثر خيره جاب لي هذه في الصباح، وها البيض بيض بلدي، والقهوه غنزيدوا ليها شويه ديال الزيت هكا. او كثرت نقطع الخبز هكذا ونقولوا بسم الله. بسم الله الله. الحمد لله على هذه النعمة. سمعت أن البيض العادي في المدينة رجع بدرهم ونص، هنا في البوادي البلدي كنت شريته عند واحد في القرية ديال ايداود، كان كيدور كيشريه، كان بسلة كيدور بواحد السلة وكيبقى يعيط واحد العيطة في شكال، ما فهمت شنو كيدير. واحد اللحظة وشفت واحد المرأة جاية بخمسة ديال البيضات وجايباهم، عاد فهمت بأن راه كيشري البيض، كيقول والبيض والبيض بلدي، كيقولها بواحد الطريقة ما مفهوماش، وما عرفت شحال عطاها في دوك أربعة البيضات، شحال حسب ليها البيضة باش شراها من عندها. صافي ملي مشات ديك المرأة مشيت لعندو قلت له واش كتبيع البيض، قال لي اه، وشريته من عندو بجوج دراهم ونص. الله طيبت العشاء، طيبت واحد البيضة، طيبت بيضة وطيبت جوج ديال البطاطس حلوين، طابو بغيت نتعشى، وجا واحد السيد كيعيط لي، تكلمت له وقال لي اجي تعشى معانا، واحد الخدامة خدامين هنايا في هذا البراج اللي كيتخدم هنايا كيديروا القوامل، راكم عارفين الناس ديال الشوانطي والخدامه ديما القوامل. ومسكين جا قال لي اجي تعشى معانا، قلت له راني والله الا لقيتيني طيبت العشاء، قال لي والو غادي تعشى معانا. دابا انا غادي نتعشى معاهم هاد الليله هادي، سابقي نتعشى مع الخدامه، الله يعاونهم والله يخلف عليهم. يا غرس تشبه سميد دي سيدة تمام مرسي كل يوم يا رو يوم زعشاء سيدي خمسة سور هنا خمسة دوار سيس من ساعة محمد ويجي مسكين قال لي جي مرحبا بك تعشى معانا، وانا اول زعما راه شي جميله ولا شي حاجه، هذو راه الدراري خدامين في هنايا في البارز ياك خدام كيجمعوا في لافيراي، كيجمعوا لافيراي، كيجمعوا داك الحديد ديال هنايا ديال الديور اللي كانوا الديور هنا اللي ريبت، كان واحد لاطي هنا عجيب، وين راه كان لي زوبرج كانوا هنا والديور، وخرج الباراج هنا وصافي كيريبوا هذا الشيء، وهما عرضوني عولت على الجميله، شوفوا الخيرات تبارك الله. ما كاين غير الزرود، الشركه ديال حيزون، الشركه ديال حيزون، اه هو هذا مول الشركه، هو مول الشركه سي حيزون الله يكثر خيره. شوف شنو السميه ديال هذا سيدي؟ الكرداس، هذا الكرداس، ها هو الكرداس، شوفوا الكرداس، ها الكرداس، ها هو كينش عليه السيد، شنو السميه خويا؟ كمال، السي كمال، ها السي كمال كينش عليه، طيب بسم الله، ها انتوما، ها بسم الله، ها انتوما بسم الله، ها الحرة، ها بالحار، سميتك اخويا محمد، اخويا ها هو سي محمد، انت من لهنا ياك؟
لا من تنغير تنغير راه لي علاش غادي ان شاء الله مرحبا بك الله يبارك فيك جيت على عيسى 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 وابراهيم عاد تبات ولا ديال الحرام من الحرام هادي واش تشي بسم الله بسم الله الله يكثر خيرك بسم منك بعدا موعد موعد سمعني نشوفوا واحد نتواعني اه كيسمعني من بعد كيبدا خاصك تدي طنجة لا ضروري نديو يتبحر ضروري بسم الله نديو يتبحر ياك انا راه منا لا ها الاخر ها الاخر سمعوا رد عليه الجواب قصد تمام سنك طنجة بسم الله جزء امانة جمرة وحمي عليه الله يعطيك الخير واحد الكاسه واخا غالي النخاله نعطيك واحد الكاس ديال اللبن الله يحفظك اكل شي رجع غالي ياك السي محمد واخا النخاله دايره بحال الشوكيه نعطيك واحد الكاس ديال اللبن الله يكثر خير 18 انا عطيت صاحبي واحد الكاس ديال الفوكا الله شوفوا شنو ها هو عطانا الكاس ديال اللبن شوفوا الكاس الصناعي الكاس الصناعي ماشي كذا الكاس ديال عندك يطيح لي تما ديال الطبيعه بسم الله بسم الله هاني فرداس وابا هذا البرص تبارك الله كبير كبير هذا البرص تبارك الله مدوني دي زنج وحمي عليه مكاي تزي مالي قال هم اي تدو دا حمي زي صافي تبارك الله على حمي وصافي هاد زي 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 ودا حمي شركين وحزن سي احيزون ياك سي احيزون سي احيزون هذا هو مول الشركه ديال 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 اش ديال لافيراي ديال لافيراي ديال الهندسه ديال لافيراي ديال الهندسه ديال لافيراي كيجمعوا الحديد ولافيراي وها هو اللي مقابل شويه سي كمال ياك ايه وها هو اللي كيوجد الزهر مويا السيد كيحشم كيحسب وعبا هو كيقد سي محمد كيقد بولفاف ها هي بولفاف دابا هكا كتعيشوا نتوما اللي كتخدموا الشوانط ديما الوليمه 3 ايام 6 ايام كنجيبوا الدواره دواره هنايا اللي كديروا ماشي القوامل لا تبارك الله عليكم القوامل وليد 3 ايام 6 ايام كنجيبوا الدواره يعني 3 ايام كنحيزوا المجهوله قد على كل شيء كتحتفلوا دابا هذا بحال شي احتفال يا سلام شركة حيزون قد داري كل شيء سقوا منا والناس نمشيو بحالتنا والناس نمشيو بحالتنا طلقنا نيشان سقوا منا ولا طلقنا هذا اللي اخذ هذا سمايا وديال ديال 380 ها هو ها البولا شوفوا البولا بالقرعة منو الكاس منو الغطر البولا ثريا ديال الضوء او جاو الناس سنجو لا تكيسنعوا لهذا سيوا شركه تاع حجون سقوت نوت كل ها 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 ها
لا ما سالش خير تبارك الله واعره واعره الباترون ديالي راه ماشي بحال الباترون ديال بسم الله بسم الله زار خد واو الماصه الماصه الخدمه صافي الخدمه الكريفه تسلم الحديد وريت غير الماصه الكريفه غير كاين الماصه تدورت الماكله وتشي القص والخدمه صافي عاد لنا تشني زين تورو احنا غنودها الاصدقاء ديالنا الله يحفظك الله يبارك فيك ها فين كاينه سو الدراري ها واش اللي كيجيو دلوقتي في هذا الهواء الطلق ياك ولا كلاص حتى واحد والبرد ها هو المدير ديال الشركه ها فين كاينه صديق بليسا ديالو السمراء راه صعيب لا السمراء بعدا مني داير الميكا مزيان اشوف ها الخنشه فين كنعسل وايلي الخنشه واسير نتا ديال الطيارات واسير نتا ديال الطيارات خصك تكاشي بهادي وتخشي بهادي عاد دير هادي عاد لوح عليها هادي خمسة ها خمسة ديال 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 المان داير دابا والميكا والميكا خاصو الدعمة حيجي حيجي وياه انا كون درتو شي براكة حسان المخزن ما يطلقش جديد ها هو السي محمد دابا ها فين كاين عسى العمل عندهم هنايا الله تصبح على خير تصبح على خير اخويا ها هو مشى شو ما داير لا براكه لا والو كاين عس من النجوم والسماء وانتوما فين كتنعسوا بحال بحال واه اللي كاملين صوب راسو غير منكم للسماء من للسماء والله الا تبارك الله عليكم حتى واحد واش بغيتي دير ولكن ما كيجيكم لا برد لا والو شي بعد الفراش كذا انا البرد شي بعد الفراش كيكون نحس سخون شويه كل ليله وبرد صافي هذا قايد وحيد يا هذه الكوزينه ياك ها الباتري ها الباتري باش كيخدموا الضو وها البوله هي والتريه ديالها بالقرعه هاواي ديال هاواي السعيد واو البراد البراد العافيه باش كيدفاو ها هو السي محمد السي محمد انت شنو الخدمه ديالك اخي محمد خدام اخويا كندري سولح خدام في الشركه ديال حجو هو تدريسي الحديد كدريسي الحديد مزيان سولو عبا سولو عبا وانت السي عبا انا رجعت لاطون ديالي بسم الله رجعت الطويره ديالنا من بعد ما تعشينا مع بعض الاصدقاء جيو دابا نعسو باش غدا ان شاء الله نجدو الطريق